لابد أنه قد سبق لك أن فكرت في عظمة الخالق وما في السماوات والأرض، ولا بد أنه قد سبق لك أن فكرت في توازن هذا الكون وتعاقب الليل والنهار والشمس وغروبها وجمال القمر في مراحله المختلفة، ولا بد أنه قد سبق لك أن نظرت إلى الفضاء ورأيت ما فيه من جمال وكيفية تلألؤ النجوم وتغير الغيوم. كل هذا لا بد وأنه قد سبق لك وأن فكرت فيه. وكي نؤكد ما توصلت إليه من نتائج، تعال معنا الآن في رحلة علمية مع لبيبة. فإن ظهرت لبيبة فاسألوها، فلب القول ما قالت لبيبة. الصاروخ. ولكن هذا ليس صاروخا يا وليد، إنه بالون. قلت لك هكذا يعمل الصاروخ. هكذا يعمل؟ نعم، الصواريخ تنطلق بالطريقة نفسها التي تنطلق بها البالونات. لم أفهم ما تعني. إذن هيا بنا نسأل لبيبة. مبدأ الصاروخ. كيف تقرأ هذا؟ إنه تسيولكوفسكي، ألا تعرفانه؟ إنه شخص مهم جدا، لولاه لما تمكن الإنسان من اختراع الصواريخ والأقمار الصناعية. حسنا، سأوضح لكما. مخترع الصاروخ. تسيولكوفسكي المعروف باسم مخترع الصاروخ. منذ أكثر من 100 سنة، حين كان اسم الاتحاد السوفيتي روسيا القيصرية، هذا هو. نعم، إنه لا يغضب أبدا. هاي توقف. أرأيت؟ نعم. هل تعرف أن كل أكله هو خبز جاف وماء؟ نعم. أعيدها لي، أعيدها لي. لا يمكنني أن أفعل شيئا. كيف تقوى على أكل هذا الخبز؟ أصيب تسيولكوفسكي بالحمى القرمزية حين كان في 9، ففقد سمعه، ومنذ ذلك الحين واجه صعوبات كثيرة. ولكن لا ضرورة للقلق، إنه يستطيع أن يفهمني، أنا واثقة من ذلك. أين ذهب؟ ربما ذهب إلى محل بائع الكتب. أنا آسف جدا. أشفلتني، شكرا. شكرا، تساعدينني كثيرا. اعتقدت أنني سأعيش على الماء. شراء الكتب والمعدات وإجراء الاختبارات شيء جيد، ولكن اشتري بعض رؤوس البطاطا لتأكل. بطاطا؟ لم أذق طعمها منذ تركت بلدتي. لا يهمني، عائلتي فقيرة، ولذلك لا يمكنني أن أطلب منهم إرسال المال لي بعد الآن. أنا سعيد جدا لأنني أجري اختبارات مهمة جدا. استمر تسيولكوفسكي يدرس بنفسه كما كان يفعل حتى بعد انتقاله إلى موسكو. لبيبة، كان خيرا لي أن أفقد سمعي لأنني لا أسمع الأصوات، إنما المزعج أن الأولاد يسخرون مني.
تسيولكوفسكي في دأب وجهد، والآن سأبقى معه حتى أخبركم بقصة اختراعاته الرائعة، وسأساعده أيضا. هذا كتاب من الأرض إلى القمر، كتبه جول فيرن، وهي قصة ثلاثة رجال وكلبين سافروا إلى القمر بمركبة أطلقها مدفع. كانت المركبة الفضائية على شكل قنبلة مدفع بنوافذ كثيفة، وكي ترجع إلى الأرض خففت المركبة الفضائية سرعتها بصاروخ ترجيعي. هذه الرحلة من قصص الخيال العلمي جعلت تسيولكوفسكي يهتم بالكون. رغم أنه منح شهادة في التعليم، إلا أن اهتمامه بالكون لم يتوقف. ما الخطأ؟ لا أعتقد أن بإمكانك الذهاب إلى القمر حسب نظرية فيرن. ماذا؟ هل صدقت تلك النظرية؟ فكر جول فيرن في موضوع التخلص من قوة الجاذبية بالتطبيق العملي لنظرية نيوتن، فالحرارة المكثفة تأتي نتيجة الاحتكاك بالهواء عند الانطلاق في الغلاف الجوي. لا 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 يمكن، حتى لو تمكنت من أن أصنع مدفعا كبيرا فللتخلص من قوة الجاذبية ينبغي الوصول إلى سرعة 11 كيلو مترا في الثانية، والمدفع لا يستطيع القذف بهذه السرعة. والأكثر فإن كمية تزايد الجاذبية تكثر 20,000 مرة عن سرعة الأرض، وعندها سينسحق الناس في داخل العربة. ترى كم من التسريع يستطيع الإنسان أن يتحمل؟ بعد الاختبارات مع الدجاج والفئران في جهاز القوة النابذة من المركز، بدأ أنها تتحمل 5 أو 6 أضعاف قوة جاذبية الأرض. أليس ثمة طريقة للتغلب على الجاذبية؟ ماذا جرى؟ ما هذا الصعود؟ هل ترفعين هذا إلى الأعلى ثم ترمينه لي؟ بالتأكيد. هذا ماذا يريد مني؟ أعلى أعلى، يكفي ارتفاعا. إنه ثقيل جدا، ترى ماذا في داخله، فلأدخل وراء. إنه يسقط. بيضة في الماء. السرعة تزيد، سأنسحق. نجحت التجربة ولم تنكسر البيضة. ماذا تعني؟ اعتقدت بأن البيضة تصل سالمة دون أن تتأثر بقوة الجاذبية إذا كانت في الماء. أنت رائع. عام 1883 كتبت تسيولكوفسكي عن التوابع والأقمار الصناعية. مثلا، إذا قذفت بكرة أفقيا فإنها كلما كانت سريعة ذهبت مسافة أبعد. السبب في سقوط الأشياء هو وجود الجاذبية، وطالما لم تتدخل قوة أخرى كالقصور الذاتي فإن أي جسم كان سيتسم بميزة تجعله يستمر في الحركة ما دام قد بدأ بها. وهكذا فإن تسيولكوفسكي كان يفكر أن يجري اختباراته على قانون نيوتن. إذا زدت سرعة جسم ما ووازيته مع الجاذبية فإنه سيستمر في الدوران ويصبح قمرا تابعا. وكان تسيولكوفسكي هو الذي حسب تلك السرعة تماما، فالسرعة هي 8 كيلومترات في الثانية. ولكن هناك الهواء على الأرض، والاحتكاك بالهواء يخفف من السرعة، ولذلك فمن الضرورة إطلاق الجسم بسرعة تتراوح بين 200 و300 كيلومتر إلى أعلى في مدار أفقي. أستاذ! تلاميذك يريدونك. أستاذ، قلت أنك ستطلق بالونا، أسرع. حسنا، أنا قادم.
أراد أن يسعد طلابه بإطلاق بالون مصنوع من الورق. لم يكن عندهم وقود غير الحطب. كان سمعه ضعيفاً، إلا أن تلاميذه أحبوه لأنه كان يوضح لهم كل نظرية معقدة بالأشياء المألوفة لديهم. تجرؤون أن تفعلوا هذا معي؟ لقد قمتم بخدعة بغيضة. لا، هذا اختبار علمي نقوم به أيها الحداد. ماذا؟ بهذه الأمور لن أساعدكم، خذوه معكم إلى بيوتكم. لا، هذا مساعد مهم لدرسنا. نعم صحيح. تصنعون أشياء تافهة وتعتبرونها درسا؟ هذا خطأ. أستاذنا معلم جدير. ماذا يجري هنا؟ ما بكم أيها التلاميذ؟ أتفكر في الذهاب إلى القمر بالبالون؟ طبعاً لا. مستحيل، لأن لا هواء في الفضاء الخارجي. أنا أفكر في صاروخ يا لبيبة. صاروخ؟ هذا صاروخ للمهمات العسكرية، كان يستعمل في بداية القرن 19. الصواريخ في تلك الأيام كانت كأسهم الألعاب، وكان واثقا بأن الصاروخ هو الطريقة الوحيدة لاجتياز الفضاء. لكن كيف استطاع أن يتأكد من ذلك؟ لأنه تعلم مبدأ الحركة المضادة. مبدأ الحركة المضادة؟ يسير الزورق بدفع الماء إلى الخلف، أي بالحركة المضادة. الطير يدفع بالهواء إلى الخلف ويطير بفعل الحركة المضادة. هذا لا ينطبق على الفضاء، لأن لا هواء ولا ماء فيه. مع أن الطير لا تذهب إلى الفضاء الخارجي، إلا أن مبدأ الحركة والحركة المضادة ينطبق عليها يا لبيبة. لم أفهم، فالطائرات والنفاثات تدفع الهواء عند الإقلاع. لم أفهم. إذن علي أن أوضح لك. انظري، الهواء في داخل البالون يحاول الخروج، وبهذه الحركة المضادة يطير البالون. هذا هو مبدأ الصاروخ، وفي الفضاء الخارجي فهو سيطير على نحو أحسن. إلى أين أنت ذاهبة يا لبيبة؟ سأجربه في الفضاء الخارجي. هذا غير ممكن. لماذا؟ الفضاء الفارغ من الهواء يخلو من الضغط الجوي، والهواء في داخل إذا تسلل سينفجر البالون. قلت إن البالون هو أساس مبدأ الصاروخ. المبدأ هو المبدأ، دعيني أوضح لك قليلا. عندما تكون الجدران ثابتة، فإن الغاز سيتسلل حتما بقوة تمدده، عندها ستكون أيضا معاكسة. دعني أدخل الغاز وأرى. جمعت سيولكوفسكي اختباراته معا، وكتب أطروحة تحت عنوان مسح الكون بالصاروخ، أوضح بالتفصيل عمل الصاروخ وبناءه. وفي هذه الوثيقة أعلن المعادلة الرياضية التي تحدد تحرك الصاروخ.
وذكر المقال أن الوقود السائل يجب أن يستعمل بدلاً من البارود. إذا استعمل السائل وقوداً فإنه يمكن السيطرة على قوة النفاذ بصمام معين. نعم، عليك أن تتذكر استعمال سائل الأكسجين لكي يحترق الوقود في الفضاء الخالي من الهواء. إذا نشر المقال ستتحققين من أن ريادة الفضاء ليست نزوة. هذه الأطروحة نشرت في مجلة النقد العلمي بعد 5 سنوات. في عام 1903 شوهدت طائرة الأخوين رايت فلاير الأولى تطير لأول مرة 260 متراً، والغريب أن يفكر تسيولكوفسكي بالصاروخ لريادة الفضاء، لكن نظريته الجريئة لم يقبلها الناشرون. أغلقت دار النشر وصودرت كل المجلات. وبعد 8 سنوات أعيد نشر أطروحته وبدأ الناس يعترفون بقيمة الدراسة تدريجاً. النجدة! في الحرب العالمية الأولى كان الناس يعيشون حياة فقيرة والعالم يدمر، وعام 1916 كتب رواية علمية خيالية بعنوان خارج الأرض تقوم على معرفته العلمية التي اكتسبها من اختباراته الطويلة. إنها تبدأ من اختبار الصاروخ حتى الوصول إلى القمر ومراقبة الكواكب الصغرى المجهولة، وفوق ذلك الاقتراب من كوكب المريخ، وأخيرا العودة إلى الأرض. أشعر بالضغط عندما تركنا الأرض كما في الاختبار الذي أجريناه على الإناء والبيضة. هذه حالة انعدام الوزن، إنها كالسباحة. أجل يا لبيبة، إنني أسبح في الفضاء. وهو ما زال يدرس حتى في الفضاء. هذه حديقة اصطناعية تستعمل الطاقة الشمسية وتزود الأكسجين والغذاء. هيأت أيضا ملابس الفضاء، إنها كالملابس التي تستعمل اليوم. دعني أجربها. أنا قادمة أيضا. لبيبة! أقف! لا يمكنني السيطرة على ذاتي! أنا جوت! لا تنسي أنك في الفضاء يا لبيبة! أفضل أن أكون خارج هذه الثياب! انتبهي يا لبيبة! الناس مشغوفون بالرواية، ولذلك يقرؤون عن الفضاء ويهتمون به أكثر. إذا بعت الرواية ستتحسن حالتي قليلا يا لبيبة. تحققت رغبته في زمن لينين وزوال حكم القياصرة في روسيا. تقاعد عن التعليم وكرس كل وقته للاختبارات، وانتشرت فكرته حول الفضاء. قال إنه من الأفضل إقامة محطة فضائية، وأقامها كقاعدة. وأتت تسيولكوفسكي على ذكر الصاروخ المتعدد المراحل، فإذا استهلك الوقود يستغنى عن الصواريخ الفارغة منه، ولا يبقى غير الصاروخ الأخير لبلوغ الهدف. عفواً، هل بإمكاني طرح سؤال عليك؟ طبعاً. كيف استطعت أن تتصور الفضاء مع أنك لم تزره قبلاً؟ وكيف قمت بوصف الرحلة دون أي خبرة؟ حين كنت صغيراً أردت أن أعرف كم تبلغ مسافات الأجسام البعيدة، وهكذا حسبت المسافة إلى نقطة مركز النار على خريطة المراقبات الفلكية التي صنعتها بنفسي، وكان الجواب الذي حسبته 300 متر، وقد جاء مطابقا فعلا، كان حسابي صحيحا. ومنذ ذلك الوقت اقتنعت بأن الإجابات التي أحصل عليها من النظريات الصحيحة صحيحة. صحيح. ها
هذه الطريقة للسفر في الفضاء التي فكرت فيها لا أعرف ما إذا كانت صحيحة أو لا، ولكن يمكننا أن نتأكد منها في المستقبل. أول من صنع صاروخا بوقود سائل وفق نظرية تسيولكوفسكي كان عالما أمريكيا اسمه روبرت جودات، وأطلق صاروخه عام 1926. بعد 100 سنة من ولادة تسيولكوفسكي أطلق الاتحاد السوفيتي أول قمر صناعي سبوتنيك لأول مرة في التاريخ. عام 1959 نجحوا في التقاط صور للجانب الخلفي من القمر الذي لا يمكن رؤيته من الأرض، وتم ذلك بواسطة القمر الصناعي لونا الثالث. إحدى الفوهات البركانية التي اكتشفت هناك سميت باسم تسيولكوفسكي تخليداً لذكراه. كما قال هو نفسه، سيأتي يوم يصل فيه البشر إلى الفضاء وهذا كل شيء. إذن إلى اللقاء أيها الأصدقاء. نحن الآن في المدار حول المشتري. الوقت على الأرض هو الثانية بعد الظهر تماماً في كرة كوين. بدأت لعبة الكرة بين الفريقين. إذا كنتم تهتمون بها، شاهدوا برنامج الفضاء 006. نستطيع أن نشاهد برنامج الأرض. وليد، دعنا نغير المحطة. اضرب، انطلق. لبيبة فاسألوها، فلب القول ما قالت لبيبة.